that is something that we all have to understand, that this is not just Israel's battle. It is a battle for our future. But it's also the battle for the victory of the Israel-American moderate Arab axis against the Iran axis. دعوة إسرائيلية لزيادة نفوذ الإمارات في قطاع غزة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. يوئيل جوزانسكي الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب أكد أن إسرائيل تتوقع من دول الاعتدال في العالم العربي أن تقود تمويل إعادة إعمار غزة. في مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت أوضح جوزانسكي أن نظام بن زايد يشارك إسرائيل رؤيتها في ضرورة إزاحة حماس عن السلطة في غزة وإضعاف أيديولوجيتها وقطع علاقاتها مع المحور الإيراني. بحسب جوزانسكي، الإمارات تلعب دوراً أكثر نشاطاً عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة بهدف تحسين مكانتها في الشارع العربي الذي انتقد علاقاتها المستمرة مع إسرائيل رغم حربها المتواصلة على القطاع. هناك القليل من الحساسية بينما لا تزال الحرب مستمرة، لكن لدى إسرائيل والإمارات مصالح متطابقة واتفاقيات أبراهام استراتيجية للغاية بالنسبة لنا جميعا. As I said, we have differences with friends that for example the ICC, they consider them as terrorist groups. We don't. الباحث الإسرائيلي أكد رغبة إسرائيل في أن ترى الإمارات خليفة لقطر في نفوذها بغزة، داعيا لتمكينها حالا من العمل في القطاع دون انتظار انتهاء الحرب.